الهاتف ينضم إلينا الآن الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد. دكتور علي أهلا وسهلا بحضرتك. أرقام وأرقام عديدة للغاية قدمها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في بيان الحكومة، لكن لعلنا نتوقف أمام رقم كان لافت للغاية عندما قال إن الحكومة استطاعت أن تجتذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 14 مليار دولار برغم كل الصعوبات التي اكتنفت بيئة الاستثمار العالمي. ما هي العوامل أو أشكال الجذب التي كانت لدى الاقتصاد المصري لتحقيق هذا الرقم؟ دكتور علي؟ أيوة فندم. دكتور علي أجدد الترحيب بحضرتك من جديد. أشير فقط إلى ما ذكره الدكتور مصطفى مدبولي من بين جملة الأرقام التي استعرضها في بيان الحكومة، الرقم المرتبط ب النقد أو الاستثمار الأجنبي المباشر الذي كان في مصر على مدار الفترة الأخيرة 14 مليار دولار برغم كل الصعوبات التي اعترضت بيئة الاستثمار الأجنبي، كيف تحقق هذا الرقم؟ في البداية تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين. خلينا نقول طبعا الاستثمار الأجنبي المباشر واحد من أهم المصادر الدولارية للاقتصاد المصري، بجانب كمان أن هو بيحقق عديد من العوائد بالنسبة لأي اقتصاد وبالأخص بالنسبة للاقتصاد المصري من حيث توفير فرص عمل سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، نقل لرؤوس الأموال الأجنبية، بيبتدي أنه ينقل معاه تكنولوجيا، بيدخل صناعات جديدة داخل الاقتصاد. تحقيق هذا الرقم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحقق نتيجة خطوات مهمة جدا ومحددات مرتبطة بالاستثمار. رقم واحد فيها وجود استقرار سياسي وأمني، وده جزء بيدور عليه اي مستثمر اجنبي، لان الاستثمارات الاجنبيه المباشره هي استثمارات بتكون طويله الاجل. الجزء الاخر مرتبط باستقرار السياسات الماليه والنقديه، وده اللي ابتدى ان هو يتحقق بشكل كبير مع برنامج الاصلاح الاقتصادي. ازاي ان احنا في البدايه خالص ابتدينا ان احنا ناكد على الجزء الخاص باستقرار معدلات الضريبه، ازاي ان احنا ابتدينا نتحرك على تقديم عديد من الحوافز بالنسبه للمستثمرين، الجزء الخاص بالسياسات النقديه، واحنا شفنا كمان يمكن في 2020 تخفيض لاسعار الفايده بما يقرب من حوالي 4%، مع كمان القضاء على السوق الموازيه اللي كانت موجوده في العمله الاجنبيه، وده اللي تم القضاء عليها عن طريق قرار التعويم لسعر الصرف. كمان ازاي ان احنا شفنا بشكل واضح التحسن في شان الاقتصاد المصري، وكمان التوقعات الإيجابية بشأن معدلات النمو الاقتصادي، تحسن معدلات البطالة، تحسن معدلات التضخم، دي كلها مؤشرات بينظر إليها المستثمر الأجنبي، بجانب ملفين مهمين جدا كان بيبحث عنهم المستثمر الأجنبي خلال عقود كثيرة، وهي مرتبطة بالتحول الرقمي والشمول المالي، ودول ملفين مهمين جدا لأي مستثمر وبالأخص بالنسبة للمستثمر الأجنبي. كمان ملف مكافحة الفساد، وده جزء مهم جدا، لان كلنا نعلم ان عديد من الدول الافريقيه بتعاني بشكل كبير جدا من ارتفاع معدلات الفساد، وده اللي بيبقى احد عوامل الطارد لاي مستثمر. مصر اتحركت بقوه تجاه مكافحه الفساد، وكمان ابتدت ان هي تتعاون مع الدول الافريقيه لنقل التجربه الخاصه بالطرق الفعاله لمكافحه الفساد، وبالتالي احنا بنتحدث عن مجموعه كثيره جدا من المحددات اللي الدولة ابتدت تتحرك عليها، واللي ابتدت ترفع من تنافسية الاقتصاد المصري، وبالتالي ابتدت ان هي تبقى وجهة للمستثمرين، وقدرنا ان احنا نستقطب اكبر قدر ممكن من الاستثمارات الاجنبية المباشرة الوافدة الى القارة الافريقية على وجه التحديد، وده جزء مهم جدا، بجانب برضه نقطة مرتبطة بالعلاقات السياسية والدبلوماسية الجيدة مع عديد من دول العالم. احنا شفنا وتابعنا خلال السنوات القليلة الماضية الزيارات الخارجية اللي كان بيقوم بيها سيادة الرئيس، وكان بيقوم بيها عديد من الوزراء في الحكومات القليلة الماضية، ازاي ان هي قدرت ان هي تتعاون بشكل كبير جدا وتفتح مجال للتعاون مع مجالس الاعمال ومع حكومات الدول المختلفه، بحيث ان احنا نقدر نجذب اكبر استثمارات ممكن، ويبقى جزء كمان حتى من الاستثمارات دي استثمارات مباشره، وازاي ان الدوله تبتدي تبحث عن الاستثمارات اللي هتحقق اكبر عائد ممكن للاقتصاد المصري وهتحقق مصالح الاقتصاد المصري. حديث رئيس الوزراء في هذه النقطه كان مرتبط بعوائد الاستثمار الأجنبي المباشر المقدر ب 14 مليار دولار. دكتور علي، في كل مرة يتم الحديث فيها عن معدلات نمو مستهدفة يتم الحديث بشكل موصول معها، بضرورة أن ينعكس هذا النمو على حياة المواطنين وعلى معايشهم وعلى الفئات الأولى
بالرعاية رغم الظرف الضاغط الشديد، لكن رئيس الوزراء أيضا أشار في بيانه إلى بحث الاستهلاك والإنفاق المشار إليه من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن معدل الفقر يقل للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عام تقريبا، لينزل من 32% أو يزيد إلى 29.7%. كيف أمكن الوصول إلى هذا النزول في معدلات الفقر مع الظرف الضاغط الذي فرضه فيروس كورونا؟ برنامج الإصلاح الاقتصادي كان الغرض منه إصلاح اقتصادي، ولكن كان بينظر أيضا إلى الجانب الاجتماعي، وده اللي الدولة كانت تأكد عليه في عديد من الخطوات اللي الدولة اتحركت عليها والبرامج الفعالة اللي ابتدت إن هي تعمل عليها بمنتهى الجهد. جزء مرتبط به برنامج تكافل وكرامه، وجزء اخر مرتبط به مبادره حياه كريمه. ابتدينا كمان نشوف عمليه التطوير بالنسبه للريف المصري، يمكن حتى معالي رئيس الوزراء اعلن عن خطه طموحه بتطوير الريف المصري بما ياخذ من حوالي 500 مليار جنيه في خلال 3 سنوات. دوله ابتدت تتحرك بمنتهى القوة على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، ازاي ان احنا حتى في ظل الجائحة ازاي ان الدولة ابتدت ان هي تقدم مساعدات وهي الارقام دكتور علي في اوقات كثيرة لا تتيح مجال لوجهات النظر لانها تسجل مهمة جدا. الدولة ابتدت تتحرك عليها لتحسين مستوى معيشة المواطن وتقديم الخدمات ليه بشكل اللائق. وكان الامر مرتبط بما اشار اليه رئيس الوزراء. دكتور علي الادريسي استاذ الاقتصاد منضم الينا عبر الهاتف، انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا.